الرئيس السيسي يتسلم دعوة لزيارة غينيا الاستوائية ويؤكد التزام مصر بمواصلة تعميق أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة. الرئيس السيسي يلتقي رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لبريكس ودلما روزف، تشيد بتجربة مصر التنموية خصوصاً العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. مصر تعزي دولة الكويت في ضحايا حريق المباني بمنطقة المنقف بعد الإعلان عن وفاة 41 وإصابة آخرين في الحادثة. رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات قطاع الكهرباء لدى الوزارات والجهات الحكومية ويشدد على ضرورة تحصيل المتأخرات ومواجهة عمليات سرقة الطيارة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: نعمل على التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وبعض طلبات حماس قابلة للتنفيذ.